Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You're all welcome here again. Today inshallah we're gonna continue our lesson in unit 6. اليوم inshallah راح نكمل معكم دروسنا في الوحدة السادسة للصف الثالث. معنا اليوم inshallah unit 6 period 3. في أول درس عملناه لهاي الوحدة كان عبارة عن introduction مقدمة وشرحنا فيها كيف نحكي عن شيء يؤلمني وكيف نسأل السؤال اللي هو ماذا بك، تمام؟ وكمان أخذنا إيش في علاجات. وفي الدرس الأول ناقشنا كيف أنا أسأل وكيف أحكي أنا لا أشعر بصحة جيدة وكيف أنا أحكي شيء يؤلمني، وكنا هي الثلاث شغلات هاي. الأولى I don't feel well، يلا عيدها معي. I don't feel well. كمان مرة I don't feel well. تمام، حيسألك الدكتور شو يقول لك؟ What's the matter again؟ What's the matter؟ تمام. الإشي الثالث اللي حكيناه بقول له مثلا My head hurts. حكينا بنضع hurts إذا العضو اللي قبلها مفرد، أما إذا أكثر من واحد مثلا بقول My feet hurt من غير إضافة حرف الإس. تمام يا بطل؟ نيجي للتمرين الموجود عندنا. Listen and match. في عندنا 5 people، خمس أشخاص بدنا نوصلهم مع خمس علاجات، تمام؟ اللي هو عندنا medicine أدوية أو علاج. في هذا العلاج حيكون مناسب للوجع اللي هو بيشعر فيه. فإحنا طبعا ممكن نخمن تخميني إيش ممكن يكون العلاج بطريقة سهلة وبسيطة. فأنا راح نقرأ إحنا الأشياء الموجودة. الأول حط إيده على راسه اللي هو my head hurt. الثاني على teeth my teeth hurt. اللي بعديها على stomach my stomach hurts. اللي بعديها زي ما إحنا شايفين الأقدام اللي هو my feet hurt. وآخر واحد ظهره اللي هو my back hurts. تمام؟ بالنسبة للعلاجات الموجودة معنا go to the dentist. يلا عيد معي go to the dentist. Take this medicine. Again, take this medicine. طبعا أخذنا dentist اللي هو الذهاب إلى طبيب الأسنان، عارفين على أي واحد هيكون. الثاني take this medicine، خذ هذا الدواء مش أكامول. تمام، كل واحد بيكون عنده وجع في أي مكان إيش بيحكوا له عنا؟ خذ أكامول، خذ أكامول، خذ أكامول. يا عم ارحمونا شوي. اللهم صل على سيدنا محمد. So take this medicine، خذ هذا الدواء. شكله احنا بدنا كمان. طيب يا جماعه go to the doctor. Again go to the doctor، الذهاب الى الطبيب. Next have a rest. Again have a rest. ممتاز، have a rest يعني ارتاح، خذ لك قسطا من الراحة. The last one go to bed. Again go to bed، اذهب إلى فراشك أو ريح راسك، نام لك شوية. تمام، هذا بالنسبة للأشياء الموجودة عندنا. راح نسمع ملف الاستماع نشوف كل شخص إيش العلاج اللي راح يعطيه وصل معه. إحنا بنسمعه مرة واحدة، لكن هو الصحيح أنت ممكن تسمعه ثلاث مرات، عيده ثلاث مرات. تمام، المرة الأولى فقط للاستماع عشان أعرف المجمل، المرة الثانية عشان أنا أحل، المرة الثالثة حتى أتأكد من إجاباتي. أوكي، فإحنا راح نوصله، راح نسمع له مرة واحدة ونخليك تتأكد من إجاباتك هل هي صحيحة أم خاطئة. Listen. Track 52 Unit 6 Period 3 Activity 1 Listen and match. 1 My head hurts. Go to bed. 2 My teeth hurt. Go to the dentist. 3 My stomach hurts. Take this medicine. 4 My feet hurt. Have a rest. 5 My back hurts.
Go to the doctor. اوكي تمام يا بطل 100% الاول ايش حكى my head hurts وصلناها مع go to bed الثاني في عنا تي اسنان والاسنان راح يكونوا مع مين مع الدنتست اللي بعدين my stomach stomach المعدة بدها دواء راح نعطيها هذا الدواء take this medicine اللي بعدها في عنا my feet الاقدام مدام feet بقولوا have a rest خذ لك قسطا من الراحة the last one عنده ظهره بيجوعش بنحكي له Go to the doctor. إجابتك تمام؟ 100% بطل؟ ممتاز. طبعا مطلوب منك أول إشي تتعرف على علاج كل مرض، ثاني إشي إن العلاج نفسه تعرفه كامل، يعني مثلا أقول لك go هتحكي لي to bed. أقول لك go to the doctor أو dentist. أقول لك take هتحكي لي إيش بعديها؟ this medicine. have إيش بعديها؟ rest تمام هذا حيكون معنا اما في الحوار واما حيكون معنا في وصل الجزء الناقص مثل ما حتشوف في الصفحة الثانية اوكي بطل 100% نمحي هذا وننتقل للتمرين اللي بعده اللهم صل على سيدنا محمد في عنا في التمرين اللي بعده listen and do استمع وايش اعمل وطبق اعمل هذه الشغلات راح نسمع لهذا الملف ونشوف ايش مطلوب منه اوكي ما تنسى تأشر على العضو اللي هو يحكي لك عنه اوكي يلا نسمع Track 53 Unit 6 Period 3 Activity 2 Listen and do What's the matter? My feet hurt What's the matter? My head hurts What's the matter? My stomach hurts. What's the matter? My teeth hurt. What's the matter? My back hurts. طيب يا بطل هيك بنكون انتهينا من الجزء الأول من الدرس اللي عنا سوري باقي عنا الجزء الاخير say يعني اتكلم احكي ففي هذا التمرين بدي منك طلب انت كولي امر وكطالب في عنا ولي امر في عنا طالب او في جيب اخوه جيب اخته اي حدا بدك اياه واحد هيكون المريض وواحد هيكون الدكتور وان شاء الله بتكونوا كلكم دكاترة ان شاء الله اوكي تمام يا ابطال يبقى هيكون في عنا مريض وهيكون ايش عنا دكتور يبقى في عنا الدكتور المريض اللي هو patient patient اللي هو الشخص المريض تمام ربنا يبعد عنا وعنكم كل الامراض وكل الاوبئه راح تروح على الدكتور ايش حتقول له انا مثلا انا وياك تمام انا المريض وانت الدكتور good morning دكتور ايش حترد عليا good morning تمام او بقول له حلو اللي بدك اياه تمام يا بطل بعدين ايش حقول له ايش حيقول لي هو مثلا انا حقول له how are you حيرد علي يقول لي fine thanks هو كمان هيحكي لي How are you? إيش هقول له I don't feel well كمان مرة I don't feel well أنا لا أشعر بصحة جيدة هيحكي لي الدكتور What's the matter? What's the matter? هقول له مثلا My teeth hurts إيش هيحكي لي Go to the dentist Go to the dentist هقول له Thank you doctor Goodbye. تمام يا بطل فهيك بنطبق هاي الاشياء ممكن تحكي له my teeth my head my feet اللي بدك اياه والعلاج موجود عندنا في التمرين اللي فوق حاول انت كولي امر تكتب لي هذا الحوار وتطبقه مع ابنك حتى ان شاء الله يحصل على الفائدة الكاملة ويصير يعرف يتكلم ويحكي باللغة الانجليزية اوكي هيك بنكون انتهينا من الصفحة الاولى والدرس الثالث ننتقل لبيريود 4 الدرس الرابع وعندنا الادوية والعلاجات اللي تكلمنا عنها عن طريق ماتش وصل راح نوصل هاي الاشياء فالتمرين الاول ايش بقول لك go to the إما الدكتور أو دنتست حكينا تكملة هاي الجملة فالإشي الموجود عندنا مين؟ دكتور فوصلناها مع مين؟ مع دكتور طبعا ليش ما حطيناش دنتست لأنه في قبليها ذا بنفعش تنتين ذا أوكي؟ نجعلي بعديها take this خذ هذا الدواء إيش يعني دواء يا بطل؟ excellent medicine يلا عيدها معي medicine
medicine. Take this medicine. تمام يا بطل. اللي بعديها go to the go to. إما بقول to bed أو to the dentist. هنا في to بنفعش أحطها لبد. بتروح لمين؟ للدنتست. go to the dentist. اذهب إلى طبيب الأسنان. اللي بعديها have a rest. again have a rest. have a rest. احفظ هاي الكلمة rest. هنأخذها إن شاء الله في الأوامر القادمة كتير. تمام. have خذ لك قسطا من الراحة. have a rest. تمام يا بطل. آخر واحدة بضل عنا go to bed. go to bed. تمام يا بطل. 100% فل الفل. ننتقل للتمرين الثاني write. write راح نكتب. إيش بدنا نكتب؟ لاحظ في عنا عدة كلمات. يلا عيد معي. ear. this is my ear. تمام. واحدة هيا. تمام. ويكتب لي في الجواب الأول my ear hurts. مضايلة حرف الأس لأنه الإير حكى عنها واحدة. لو قال my ears التنتين نحكي hurt. تمام يا بطل. 100% يلا عيد معي. hurt. number two. hurts. legs الأقدام. القدم هاي كل الرجل هاي الساق كاملة اسمها إيش؟ legs. okay. medicine. doctor. rest. again يلا عيد معي بصوت عالي. rest. bed. طب يلا وقف الفيديو وعيدهم لحالك شوف. تمام يا بطل. طيب نكمل معك. my nose. This is a nose. كم واحد؟ just one. ولا لك أكثر من أنت. تمام. so it's one. هنكتب hurt ولا hurts؟ ممتاز يا بطل. ليش هنحط لها s؟ لأنه مفرد. ممتاز. نيجي اللي بعديها. my eyes. تنتين. eyes. إيش هنضع لها؟ ممتاز. hurt من غير إضافة حرف الأس لأنهم إيش؟ أكثر من واحد جمع. أوكي. العضو الأخير الموجود عندنا اللي هو بده عضو من أعضاء الجسم. إيش العضو المكتوب عندنا فوق؟ legs. hurt لو ضع لي hurt ما لهاش إس لأنهم legs تنتين قدمين أو ساقين. أوكي بطل. 100% ننتقل للي بعديها. go to the. قلنا اللي بيجي هذا إيش بنحط لها؟ إما doctor أو dentist. إيش في عندنا بالكلمات؟ ممتاز يا حلو. ننتقل للي بعديها. طيب have a. ايش للحين مش حافظهم؟ ايش نعمل فيك؟ يلا احفظ. ممتاز. have a rest. ممتاز يا بطل. اللي بعديها go to. اذهب الى السرير. go to bed. ممتاز. اخر واحدة take this medicine. يعني خذ هذا الدواء. هيك بيكون انتهينا من أول نشاط وتاني نشاط موجودين معنا. 100% يا بطل. أمورك تمام. ننتقل للي بعده. يلا ننتقل للتمرين الأخير الموجود معنا وإن شاء الله يكون هذا الدرس فادك يا رب. آخر تمرين موجود معنا read and write. انا راح اقرا لك. هو المفروض انت تحاول تقرا يعني بعد ما نحل التمرين حاول اقرا التمرين لوحدك حتى ان شاء الله تعرف تقرا وتتقن القراءه 100%. اوكي يلا اول شيء انا بدي اقرا بعدين راح اخلي لك فرصه انت تقرا. الجزء الاول ايش بيقول لي؟ I don't feel well. حيساله what's the matter. ايش حيساله؟ what's the matter. طيب نبدا بالسؤال الاول والجزء الاول الموجود معنا. نمبر هاي النمبرز. يلا نبدأ. في عندي اللهم صل على سيدنا محمد صور مثل ما انت شايف والصور في عندي جمل. حوصل كل جملة مع الأشياء مع الصورة الموجودة عندنا. فالأول إيش حكى؟ My leg hurts. مين اللي فيها قدم وبتجعه؟ هي القدم اللي هو leg. هيها نمبر 7 كتبنا 7. إيش قال له؟ Go to bed. Where is the bed? هاي bed. It's number 4. تمام يا بطل. 100%. طب يلا انت وصل الباقي لوحدك. My stomach hurts. Where is the stomach? مين مؤشر فيها على stomach؟
اكتب لي الرقم هنا. اوكي نيكست. تيك ذس ميديسين، تيك ذس ميديسين، خذ هذا الدواء. مين عنده دواء؟ ناخذ هذا الدواء، هاي دواء، تمام. طيب يلا اللي بعديها. My ears hurt، my ears hurt، وين اللي فيها ears؟ تمام يا بطل. اللي بعديها go to the doctor، go to the doctor، ممتاز. اللي بعديها my teeth hurt، my teeth hurt، go to the dentist، go to the dentist. وصلتهم؟ عرفت الأرقام؟ طب يلا نتأكد. في عنا stomach، it's number two، طلع صورة رقم اثنين موجود فيها المعدة، قال له خذ هذا الدواء. الدواء هي صورة، it's number eight. ال ears number five. طيب الدكتور، it's number one. اللي بعديها teeth، it's number three. The last one اللي هو dentist، it's number six. تمام يا بطل؟ هيك 100%. طب وقف هذا الفيديو واسمع مني عشر، يلا اقرأ، قصدي مش اسمع، اقرأ. قرأت 100%؟ تمام؟ لا ما قرأتش، انا عارف. وقف كمان مرة الفيديو وحاول اقرأ. اذا ممكن تلاقي صعوبة، لكن احنا بدنا نهجي، تمام؟ حاجة مثلا على الحرف الاول M، وحرف الواي يلفظ يا او اي، اذا اجى في نهاية الكلمة بصير ماي ماي. ال و اي لي، و اج ليج ليج، ه هيرتس، حرف اليو اي، اتش و يو و ار هير، و تي هيرت، و اس هيرتس، تمام. ماي ليج هيرتس، وبكمل. مثلا الثانية جي هنا يلفظ جا، والاو ايش بتصير؟ جو جو. تي او تو، بي اي دي، ب ب بيد، go to bed، وهكذا، تمام؟ بتكمل باقي. باقي عنا تمرين وحيد وهو استماع للأغنية الموجودة عنا. أنا راح أتركك مع الأغنية وأروح عنك. بتمنى الدرس فادك، وبتمنى إذا عجبك هذا الدرس تضغط لنا لايك وتضغط اشتراك للقناة إذا لهالقيت مش مشترك. نتركك مع الأغنية ونقول لك goodbye. Sing and do. Thank you.